تعمل وزارة المواصلات والاتصالات منذ سنوات على إيجاد مشاريع استراتيجية جديدة لتشغيل شبكة النقل الاجتماعي، والذي يأتي ضمن التزامها لتطوير النقل العام بإضافة خدمات متكاملة، حيث يعد نظام النقل جزءا أساسيا في حركة الأفراد، ومن شأنه التحسين من مستوى حياة المواطنين، كما يسهم في مسيرة المملكة للتطوير والتنمية الاقتصادية والحضارية. مندوب البرنامج محمود البنخليل زار محطة مدينة عيسى للحافلات ورصد لنا الإنجاز الكبير لوزارة المواصلات من خلال التشغيل الكلي للحافلات الجديدة. هنا في محطة مدينة عيسى للحافلات تكاد عملية استقبال الركاب لا تتوقف، فالحافلات تعمل بشكل منظم ومستمر منذ أن بدأت وزارة المواصلات والاتصالات تشغيل الشبكة الجديدة للنقل الجماعي، حيث يعد هذا الإنجاز ضمن المشروع الوطني الذي يسعى لتحديث قطاع النقل الجماعي في مملكة البحرين ليتماشى مع مستوى معيشة المواطنين والمقيمين، من خلال تقديم نموذج نقل جماعي يوازي المواصفات الدولية ويتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية لعام 2030. الباصات خدماتهم حلوة وممتازة، والباصات محترمين وفيهم كل شيء، وبس أننا محتاجين حق هذا الكبار في السن، حطوا لهم سيارة صغيرة شوية كذي حق مشاويرهم، يعني من هني حق مستشفيات، ما مستشفيات أجرب شيء، يعني حق واحد كبير في السن ما عنده سيارة، تحصل لك واحد ما عنده سيارة، ولا عندك اللي المعوقين مكفوفين ذلين، يعني يقول لك إن في الباص إنه مو عندهم حق تركيبة الباص، يعني حق مكفوفين وهالأشياء ذي. أكثر شيء عجبتنا أول شيء الدرولية، وثاني شيء إنه يوقف لك على طول، وثالث شيء إنه الخدمة سريعة. 141 حافلة بأحدث المواصفات تجوب 32 خطا لتغطي بها جميع محافظات المملكة، لتصل إلى جهات جديدة لم تكن تصلها من قبل كجامعة البحرين وميناء سلمان وجزر أمواج، كما تم إطلاق عدد من خطوط الخدمة السريعة لتصل المنامة ومطار البحرين الدولي، كما تم زيادة عدد رحلات الحافلات إلى المناطق السكنية الرئيسية. مع بدء التشغيل الكلي للحافلات، أصبحت الشبكة الآن تغطي 77% من مناطق المملكة المأهولة، مع تقديم خدمات النقل لحوالي 50,000 راكب يومياً. محمود بن خليل لبرنامج باب البحرين.